مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة الناس اللي كتابعوه على قناة ميدي ان تي في. كنرحب اليوم بالسيدات اللي حاضرين معنا اليوم، اللي جاوا خصيصا باش يعاودوا لنا القصة ديالهم مع ولادهم اللي كيعانيوا من مشكل الخوف. كنرحب ايضا بالاستاذ فيصل الطهاري الاخصائي النفسي اللي غادي يرافقني اليوم وحنا كنسمعوا لهاد الناس والقصصهم اليوم في هذه الحلقه، وايضا الحضور الكريم اللي معايا داخل البلاطو قصه الناس. ولدي كيخاف موضوعنا اليوم في قصه الناس. مرحبا بك منى عزيزه سعيده، شكرا على المشاركه ديالكم اليوم. منى، قبل ما نبدا معك القصه ديالك، كنت اللي تعرضتي للاعتداء انت وولدك، وهالشيء نتج عليه مجموعه ديال المشاكل لوليدك. قبل ما نبدا معك منى، غنمشي عند السي فيصل الطهاري، نسولك بدايه بشكل عام شنو هي الاسباب ديال الخوف عند الاطفال؟ على العموم الاسباب ديال الخوف عند الاطفال ربما تتكون في كثير من الاحيان بعيده على الخوف المرضي، يعني ما كنكونوش نتكلموا على الهلع ولا على الفوبيا اون جينيرال بقدر ما كنكونوا تنتكلموا ربما في كثير من الاحيان على الخوف الطبيعي، لان الخوف عند الاطفال ربما من الخصائص الطبيعيه لاي طفل. الطفل اللي ما تيخافش واحد السن معينه، ربما هذاك الطفل اللي عنده واحد المشكل معين واللي تيخلينا من بعد ربما تتكون اعراض ديال مجموعه من الامراض، حتى مثلا ملي تنكونوا امام دهانات الطفوله ولا امام الاعاقات الذهنيه ولا هذا، دائما تيكون من بين ليسين ولا الاعراض ديال هذا المرض باش نكتشفوه، تيقول لك مثلا ما تيعرفش يخاف من العافيه، ما تيخافش من الدروج، اذا كيثير واحد في حين ان الطفل العادي السليم تيخاف من بعض الامور اللي كيكون ربما ولو يكون الموضوع ديال الخوف بسيط جدا، يقدر يخاف من شي حاجه اللي بسيطه. لكن منين تنتكلموا على نوبات الهلع، على لي زاتاك دو بانيك، ولا تنهضروا على الرهاب الفوبيا، تنكونوا امام حالات مرضيه. وكثير من الناس يعتقدوا بان الرهاب ولا لي زاتاك دو بانيك هما سون دي تخوب اللي زعما اوريونتي للناس الكبار، لا، راه ممكن يكونوا حتى عند الوليدات الصغار، وتيكون في جميع الاحوال تيكونوا مرتبطين يا اما ببعض الاعراض المرضيه اللي عندها علاقه باضطرابات اخرى، ولا على العموم وهي اللي كاينه بشكل كبير. هما ربما بغينا نقولوا الاثار النفسيه ديال التروما، ديال الصدمه النفسيه. الاطفال ملي تيتعرضوا للاعتداء ولا تيشوفوا ربما غير الاعتداء، واحيانا ممكن يشاهدوا الاعتداء، لهذا في مجموعه من المرات تنتكلموا على مساله ديال التلفازه ولا الانترنت ولي جو اللي فيهم العنف وهذا، هاد الامور كلها ممكن تاثر على هذا، خصوصا تنعرفوا بان الطفل في واحد المرحله تيكون تيتميز بالخيال الواسع، اذا عنده واحد الخيال واسع اللي لربما كيبان لك انت الانسان الكبير والعاقل كيبان لك بان لو جو غيست ان جو ولا السينما غيست ان سينما، ولكن الطفل تيقدر يعتقد بانه هو جزء من هذاك الشيء وداك الشيء يقدر يخرج ليه وهذا، فتيكون. وكاين ربما غادي نشوفوا في الحالات اللي غادي نسمعوا لها اليوم الصدمات النفسيه اللي تيتعرض لها الانسان في الحياه الواقعيه ديالو ايضا تتكون من الاسباب. طيب نسمعوا القصص ديال السيدات اللي معنا، السي فيصل الطهاري، ونعرفوا الاسباب. منى، انت تعرضتي للاعتداء بالموسم وكان معك ولدك، شحال في عمر ولدك؟ ولدي دابا عنده 5 سنين. فاش وقع لكم المشكل؟ فاش وقع المشكل وقع دابا شي 5 شهور هذه، ولا يعني 4 سنين ونصف. عاودي لي كيفاش وقع وقصه. ولدي عنده المشكل ديال ترعف، دائما ترعف. المهم عطاني الورقه، الطبيب عطاني ورقه على اساس ان الا جاته ايموراجي خصني نزرب عليه ندي للطبيب في اي وقت. جاته ايموراجي في 2 الليل ما بغاتش تحبس له. اتصلت براجلي مع كيخدم بالليل، صفت لي الطاكسي مشيت مع ولدي. مشينا للطبيب، ما عندهمش اختصاص ديالهم تما، صيفطوني الطبيب ديال راس اخر. مشيت، المهم قولي ساعه ونص بين الطبيب وحنا كنجريو من هنا ومن هنا. عاود راجلي صيفط لي طاكسي، رجعت. المهم داروا الاجراءات الاوليه للولد، المهم ولا شويه لاباس. جينا حبسنا بالطاكسي، حنا حبسنا قولي شي 3 ونص ديال الليل، حبسنا في الطاكسي. ما كنعرفش كيفاش كيخرج ليا. حنا بالك دارك باب داري، باب دار، باب دار. كيخرج لي ماشي ولد الحومه زعما، ماشي ولد، كيخرج لي بالقبيه وما نعرف، ما عرفتوش واش ولد الحومه، لان ولاد الحومه كيقدرونا. راه ما زعما كاينين الدراري اللي شويه صوابق وداك الشيء، ولكن كيقدرونا. كيعرفونا حنا الناس ديال الحومه، كيقدرونا. وهذا كنظن ماشي ولد الحومه، خرج لي داير قبيه وداير ملتم وجبد جنويه. ما عندي، ما غنعطي، عندي بزطامي بقات فيه شي 100 درهم، لان خرجت الفلوس باش الراديو وداك الشيء ديال وشي دواء شريته للولد وشي هذا شي باري باش يصغبوا له داك الشيء، ما بقى ديك 100 درهم، زول لي داك البزطام. الخلعه انا كان خايفه من الجنوي اللي ضربني، كنغوت هددك ضربك نوب الاولى، ما كانش نوب الاولى كيهضر معايا غير بالحس، جبد الموس
واش نقع عليا فاش نقع عليا بقيت انا كنقول راه ما عندي والو راه ما عندي والو. كانت عندي واحد السلسله زولها لي من عنقي قلت له ديها راه غير بلاكيور ماشي دهب راه باقي ما بقاش بنادم تيدير تدب لان كيخاف من هادشي ديال الاعتداءات داها حيد لي بزاف من يدي. وديك الساعه الاول انت ما حساش الولد اش واقع عليه ديك الساعه اشنو دار وليدك؟ ولدي تعرفتي كيرجف تيرجف ما غوت ما والو انا اللي بديت كنغوت. هو فاش خدا البزطام كره شاد فيك مسكين وتيرجف ما تصورش ديك الحاله فين كان الولد. دابا فاش شافني فاش زعما انا قلت له غوت راه غيخرجوا الناس الجيران والعساس عندنا واحد 100 متر هكا بيني وبينه راه دخل غير فشي درب هكا كيشوف دوك الكراجات د الليل وكيعس على الحومه الا غوت زعما راه غادي يجي. فاش بقيت كنغوت لكن الغوات ديالي هو اللي اثر في ولدي ما شفر شفر بسكات ومشى خايفه خفات. انت خايفه انا قلت زعما ملي دار هذا هادي ما انت خلعتي ولدك دابا منش انت خلعتيه بالغوات ديالك انا خلعته بالغوات ديالي كي قلتي شفر ضرب ساكت مشى ما انت اللي فضحتي انا بغيت انا زعما خلعتي ولدك انا غادي انا غادي نشجعو على انه مره اخرى راه غادي يجي نفس الحومه ويجي يدير داك الشيء خص زعما العساس والشهود تمشي ديري حتى ديكلاراسيون البوليس ولا شي حاجه الشهود. ترجفي ولدك يرجف بقيت انا كنغوت هو مسكين تخلع صافي شفت ولدي في ديك الحاله رجعات له ليموراجي ديك الساعه في ديك الساعه يعني. ساعتين وما في ساعه وصلت ما تجارة السبيطارات في الاخر انا ما درت والو دا التليفون في وسط البزطه ما عنديش حتى باش نتصل براجلي. المهم جا العساس شد لنا طاكسي مشيت لعند راجلي حتى الخدمه عاود رجعنا للطبيب والولد بالدمايات بقات فيه دابا. اذا ليلى كحله دوز مسكي الوليد ماشي ساعه في الجحيم دوزت انا ليله في الجحيم مع ولدي. اكيد هذا الشيء هو اللي غادي يخلي بزاف تاع الاثار من بعد منى. ولدي تبارك الله ما شاء الله عليه كان دابا انا فاعله جمعويه وامينه مال منظمه دوليه ونهار اللي كيكون عندنا كنت التليفون غير كيسمع بان كاين لقاء تواصلي ولا ندوى في شي مدينه كيفرح تقول لي انا غنمشي عند حبيبي وبنت حبيبي نلعب معاها. دابا الولد يعني كولا لاصق معايا ينعس معايا يفيق معايا حاشاك الا بغى غير الطواليت تبدل ديك الليله ولا واحد اخر تنوضي تشعلي له الضو بالنهار القهار تيقول لك شي واحد طالع مع الدروج في الليل شعلي الضو راه بالكاسكيطه راه جا من هنايا راه داز لي من هنا راقبتني هنا وكنكون واقفه هكا كنكونوا غير خارجين نتسارى ولا شي حاجه هكا. في مشكل ديال الرعاف توليتي في مشكل نفسي واحد اخر مشكله اخرى دابا ولات مازال مولا نعرفوا نشوف من بعد نرجعوا نسمعوا التفاصيل باش نشوفوا مع الدكتور سي فيصل كيفاش الواحد يخرج من هذه الوضعيه ديال الخوف ديال الاطفال. شكرا لك منى عزيزه. حتى انت ولدك ولدك تيخاف حتى هو بحال اللي كتقول منى ما يقدرش يمشي بوحدو للطواليت ما يقدرش ينعس بوحدو ما يقدرش. عاودي لي مناش تيجي هذا الخوف ولا مناش كيخاف؟ حنا عندنا مشاكل عائليه في الدار نيت كاين المشاكل هادشي اللي هو السبب اللي كان اللي ولا كان كيخاف يعني تعرف في المدرسه ما كيركزش ما كيقراش مزيان كيسقط كل عام كيسقط كل عام ضروري عنده 10 سنين كل عام تيسقط كل عام سقط في الاول والثاني ومالو كان كيخاف يمشي للمدرسه حيت كنت كندير انا والاب ديالو كيجي شارب كيقول لي غنقتلك غنقطعك غندير لك الاخر ولا كيحلم لك ونقطعك والولد تيسمع كلهم انا عندي اربعه تيسمعوا الدراري ان باهم غيقتل امهم وغيقطع الدراري كيقول لي انا حلمت ماما حلمتك بك مقطعه في الثلاجه انا حلمت بك زعما راسك في الثلاجه بحال هكا هادشي تيقولوا با اللي كيقول لي تيقول غنقطعك وندير لك الراس في الثلاجه كيقول لي غنقطعك الاخر كيحلم ناري مسكين كيقول لي انا كنشوف راسك في الثلاجه ايوا كيقول لي ما تبقايش في الدار انا نمشي للمدرسه انت ما تبقايش في الدار حيت خايف عليك تقطعي وتديري اذا زعما الولدي سقط عادي وعادي هو كيقول عادي سقط واش بغيتو يدير واش بغيتو يرجع قاري هاد الولد اللي تيسمع الدراري من كبروا كيقولوا لي حنا كنمشيو هادشي اللي كيجي لنا في بالنا وانت اختي جلسك مع راجل غيقطعك ويديرك في الثلاجه مالك اش عندك ما كاينش فين نمشي ما كاينش فين تمشي الله يهديك علاش ما كاينش فين تمشي اختي ولا قطعك ودارك في الثلاجه لا حيت كاين بحال دابا عارف الظروف ديال عارفك مقطوع ديك الحبل عارف ما عندكش فين تمشي ايوا وهاد الوليدات كلهم تيخافوا كلهم دابا الان كيقول لي الى انا حيت كنبغي نطلق حيت اصلا حنا عندي انا محصله عليه الخيانه الزوجيه بتوابيت بكل شيء كيقول لي تحرميني من ولادي غنقتلك هاك ما خليكش فرقيني على ولادي هادشي اللي كيقول لي ديما هاك فهمتي هذا هو ايوا وربعه الاولاد كلهم تيقفوا الولاد كلهم تيقفقفوا يعني شارب كينوضنا يقدر ينوضهم
يقول لي سيري طلبي بهم خرجي خرجي راكي غتمشي طلبي بهم. شحال من مره عندي بزاف ساعات دعاوي معاه ولكن لين حصلت وسكت قلت لي صافي انت بوحدك وانا بوحدي. عزلتوا بيناتكم عزلنا في دار واحده خلينا ترونكيل. قلنا صافي غيبقى غيتوب يقدر يرجع من بعد ولكن عاد ما زاد. دابا هاد الايامات نيت جايب وحده اخرى كرا حنا كاري ليها كرا ليها وعاوتاني كاين نفس الشيء كيمشي ملي شافوه الدراري ما بقاوش كيتحملوا داك الشيء. دابا الدراري حتى هما شكون الولد اللي مضرور كثر في وليداتك؟ كثر الدري الصغير هو اللي ما كيقراش اللي عنده 10 سنين ما كيركزش في القرايه كاع هو اللي كيتخيل الماما في الثلاجه وكيتخيل هادشي كيقول لي ما تبقايش في الدار ملي كيكون هو القرايه ما كايناش ما تينعش بوحدو بطبيعه الحال كينعش بوحدو عاودي لي زعما والا جا بعدا باه الا كان شي حاجه كيقول لي الموت حيديه هذا الويس الصغير كيقول لي اسكتي كيجبدني كيقول لي صافي بعدا اول حاجه كيقلب على شي حاجه حداه كيحيدها كيقول لي حيدي خبي هذاك صافي ولا جا خوتو تيمشي كيقول لهم ماما غيقول لها كيقول لها غنقطعك غادي نقردك هاد الايام كيقول لها نقردك طرف طرف. واخا عزيزه شكرا مازال نكمل القصه ديالك. سعيده حتى انت بنتك كتعيش الخوف. شنو السبب؟ ما عرفتش. علاش كتخاف؟ شي عام تقريبا دابا ولات كتخاف. ومالها؟ ما بقاش كتبغي تمشي للمدرسه ما كتخرجش للزنقه. كتنعس تقريبا شي جوج سوايع ديال الليل صافي وكتفيق. تفيق خاصك تبقى يمشي على الضو وجالسه حداها. والسبب شنو؟ السبب ما عرفتش. عرفتي شمال بنتك كانت مزيانه شحال في عمرها؟ خمس سنين دابا. خمس سنين فاش كانت عندها حتى لاربع سنين كانت مزيانه. كتقول لك ما نعش حيت كيجي شي واحد من الشرجم لابس كاسكيطه وكيبغي يديها من يديها. هاكا ايوا الا بغيت نديها للمدرسه قالت لك لا المدرسه استاذه كتهز التيو ما مشيش المدرسه. ايه كتهز التيو اذا هو كان العصا كتاكل العصا؟ لا ما كتاكلش العصا. فين شتيها انت كتاكل العصا ولا؟ حيت كنمشي كنشوف المدير كنشوف قالت لك لا ما فيها حتى شي اثار ما فيها. حيت داك الخلاصه اللي فيها كاينش العصا بالتيو هي كتخاف عرفت انا كتخاف تلفو مرعصه الضرب راه ما بقى ماشي تيخلي غير الاماره في اللحم الاماره لداخل ما عرفتش نهز التيو ونغوت تموت البنيه وانت ما تعرفيش حيت ما عندكش الاماره على الفوق. اذا انت ما عرفتيش السبب ديال بنتك؟ لا ما عرفتش السبب ديالها شنو هو. باباها معاك؟ لا كاين عندك غير هاد البنيه بوحدها؟ لا عندي جوج بنيات. والاخرى مزيان؟ لا الاخرى كبيره. كبيره وكيفاش كتعاملي معاها فاش تنعسيها معاك ولا كتصحيحها؟ لا كنعسها معايا ولكن تقريبا كنعسو ساعه ساعه ونص صافي ونفيق وتفيق صافي خاصني نفيق معاها. مشكله. والمدرسه ما تمشيش لها؟ لا المدرسه ما بقاش بغات تمشي ليا ليها. ايوا خصك تقلبي علاش المدرسه ما كتبغيش البنت تمشي ليها حيت خصها خصوصا في خمس سنين يعني راها ماشي في التحضيري كتكون في لاكغوند ياك تيكونوا يلعبوا ويرسموا والدراري تيعجبهم الحال يمشيو ولا لقاو جو زوين ولا لقاو فيني ماشي اذا كاين شي سبب خلى البنت الصغار ما تيكذبوش. لا ما بقاتش مدير وداك الشيء راه الزنقه ما كتخرجش ليها. الزنقه ما بقاتش بغات تخرج ليها. والزنقه اذا كاين شي حاجه انت ما سيقاش ليها الخبر؟ ما عرفتش عيس ما نقلب ما والو كتقول لك شي مول كاسكيطه ياك؟ كتقول لي مول كاسكيطه كحله ما شافت شي حاجه كما قال الدكتور قبيله ممكن فيلم هي بزاف باها كيدير دوك الافلام ديال الخليع ما عرفتش افلام ديال الخليع الاكسيون داكشي الامريكان مول الكاسكيطات والفراده والقتيله وكتفرج حتى هي كره عمرها ما كتبغيش من الصوره عندها الداخل ديالها. وكيفاش كتعاملي مع هالشي؟ كصافي ما كتبغيش تنعس كنبقى جالسه معاها تل فهمتي تل خمسه سته عاوتاني كنحاول نعسها ثاني غير كتنعس كتقفل صافي كتبدا تبكي كتبدا تغوت صافي يعني حتى كت مشكله. واخا سعيده شكرا لك على التجربه اللي عاودتينا. سي فيصل طهاري اذا كاينه قصص كاينه مواقف كاينه صدمات نفسيه تعرضوا لها الاطفال كاين الاعتداء من شفار كاين الاعتداء من الاب وكاين موقف ما عرفاتوش الام. هادو كلهم اسباب اللي كيندرجوا لا بغينا نجمعهم اجمالا تنجمعهم في الاثار ديال ما بعد الصدمه اللي تكلمت عليها قبيله في البدايه. لانه الطفل كيف ما شرت في البدايه داك الخيال الواسع وهذا ربما في الحاله الثالثه مرتبطه بهذا الخيال ربما شي حاجه اللي شاهدتها ربما احيانا الاطفال ما تيفهموش حتى المزح ديالنا
احيانا ربما حنا تنكونوا سبب في اننا تنبغيو نحذروه من واحد المكان معين ما تمشيش لتما، راه كينبوعوا، راه كاين، تنعتقدوا بان الطفل بالفعل راه غيخاف وما يمشيش لانه حقق لي ذاك الساعه واحد الحاجه اللي انا ما نوضش نهز وتهنيت. ولكن في نفس الوقت راه تنسعى الى انني نكرس واحد المبدا ديال الخوف كبير اللي عنده، اللي غدا ولا بعد غدا غادي يولي بالفعل واحد المشكل حقيقي واللي كيخصو العلاج وخصو المتابعه النفسيه. هذه الامور هذه دائما كنشيروا بانه حتى في الكلام ديالنا مع الابناء ديالنا خصنا نكونوا حاضرين. الحاله الثانيه اللي مبنيه على المساله ديال 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 يعني الترويع، هذا راه ترويع واعتداء نفسي على هذا على هذا الطفل هذا، يعني واحد هذه في الحقيقة كاين تنستقبلوا مجموعة من الضحايا إن صح التعبير في الحقيقة، هما ماشي فقط أطفال مرضى وإنما ضحايا لهذا العنف النفسي اللي تيتمارس عليهم وخصوصا على المستوى الأسري. دابا حنا مثلا في الحالة الثالثة تنشوفوا لعل وعسى ماشي حد رهبها خارجيا، ولكن اللي مر أكثر هو ملي تيكون على المستوى الداخلي، يعني باك اللي نورمالمون هو ذاك الإنسان اللي خصو يحميك واللي خصو يشعرك بالأمان، هو ذاك الإنسان اللي كيرهبك وربما يخليك. وهذه المسألة ما تتوقفش حتى على هذه المسألة ديال الخوف، ولا كاين مسألة ديال لي كوشمار، يعني كيولي عندنا تخوبل سومي، يا إما تنوصلوا لأن سومني توتال يعني ما كاينش النعاس بشكل كلي عند هذاك الطفل، ولا تنوصلوا لواحد النوم المتقطع وبالتالي الطفل ما تياخذش هذا. تنوصلوا للمساله ديال التبول اللا ارادي، اطفال كيوليو يتبولوا لا اراديا بهذيك الخوف وبديك الخلعه اللي كيعيشوها، فتيولي بالنسبه لهم ما كاينش شي موقع معين اللي فيه الامان. وهذا تيعطينا في الحقيقه، وهذا هو اللي خاطر واللي خص الناس يفهموه، انه تيكون حتى احيانا تيحيلنا لبعض الاعراض الدهانيه، وتنعرفوا بان الاعراض الدهانيه والامراض الدهانيه عموما هي تتولي مزمنه، تيولي حياته كلها وتتعالج منها، ويا ترى واش غادي نقدروا نوصلوا لواحد التوازن النفسي ولا ما غاديش نوصلوا. اذا هذه الامور ربما كتبان للمستمع ولا المشاهد تتبان ليه بانها بسيطه، بانها امور عاديه كيخاف من هذا تخلع كاسكيطه هذا دابا يكبر وينسى. اللي خصنا نعرفوا بانه ما كيكبرش وما كينساش، راه كيكبر ولكن ما كينساش، لانه تتبقى مترسخ عليه وتتخلي ايضا واحد الاثار ديالها. من بعد تنوليو نهضروا على واحد الاعراض وواحد الاضطرابات في المستقبل ملي يولي الشاب كبير شويه. تنكونوا معتمنا له، تنوليو نهضروا على لافوبي سوسيال، حكا ما تيتصاحبش، حكا ما تيعرفش يهضر مع صحابه، حكا منعزل ما عرفش علاش كيمشي ويجي بوحدو، تيدخل ما تيهضر مع حتى واحد، الا جا الضياف تيجلسوا هو تيخرج، ما تيقدرش يرفع يديه في القسم يقول جواب، وتتبدا وما كنكونوش عارفين الامتدادات في الطفوله. راه امتدادات كلها، داكشي علاش في كثير من الاحيان حتى ملي تنستقبلوا الناس الكبار ملي تنسولهم على لا بيوغرافي ديال لونفونس ديالهم كتجيهم بيزار شويه، علاش تسولني على طفولتي؟ هي راه واحد المحطه اساسيه، راه هو داك الاساس ديال ديك الشخصيه اللي من بعد نتكلموا على بنيه نفسيه ونعرفوا كيفاش دايره. واخا شكرا لك السي فيصل طهاري. طيب لحظات مشاهدينا ناخذوا فاصل اعلاني نرجع نكملوا قصه الناس. منى نكملوا التجربه ديالتك مع الخوف ديال ولدك، هذيك الليله اذا دوزتوها رجعتوا للسبيطار من بعد الصدمه، الغد ليه، الايام الاخرى، الشهور الاخرى، كيفاش ولات النفسيه ديال الولد؟ ولات دابا الدراسه، وليت معذبه معاه، وليت معذبه معاه بزاف. الولد اللي كنت نخليه مع نخليه الا كان عندي مثلا شي لقاء تواصلي نخليه مع باه يتغدى ويديه للروض ويجيبو ويقيل مع باه، يعني عادي عادي. هادشي ما بقاش، لا هادشي ما بقاش، نخلي عند شي حد خويا او اختي، ما هادشي ما بقاش، ينعس مع شي حد ابدا، ينعس بوحدو ابدا، الظلام ابدا، كيتبول في الفراش؟ لا لا، كان ماشي الا خليته غيتبول، ولكن انا دايره له التوقيت، دايره له كل راس ساعتين انا كنشعل الضوء انا اللي كنديه، حيت عنده خمس سنين انا اللي كنشعل الضوء انا اللي كنديه، يعني الا خليته راه يقدر يتبول حتى جوج مرات في الليله بالخلعه وكينعش شويه ولا والو. سلامتو كان ينوض ويشعل الضوء، انا ناعسه وينوض من الموسيقى ديالو ويشعل الضوء ويمشي حاشا في التواليت بوحدو ويجي في الظلام ويجي في الظلام، انا كنت كنقول له شعل الضوء. انت تخافي، انت تشعلي الضوء وما يشعلش الضوء. انا حيت الدراري ما تيعرفوش الخوف. كيعرفوش الخوف. كان كيمشي في الظلام ويجي في الظلام. دابا والو، دابا ما ينوضش من بلاصتو، ما يتحركش من بلاصتو غير الا حس بهذا حشك الطواليت تيفيقني. واخا وشنو درتي مع الحل؟ ما شنو خليتي في هذه الوضعيه ولا مشيتي ديتي مثلا عند شي اخصائي؟ شنو درتي؟ مازال دابا كنحل كي قال الاستاذ تيكبر راه غادي يمشي. مازال ما درتش حتى شي حاجه، دابا عاد كنفكر ياك ما نشوف ندير عند شي اخصائي. ضروري 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 ضروري. في المدرسه ديالو؟ في المدرسه ديالو كيشكروا الاستاذ، الاساتذه ديالو تيشكروه عادي، ما تاثرش في مدرسته؟ لا
ما تيعاود والو ما تيقول تيعاود معاود هذه تيعاود لاي واحد نوقف غير مع مرا غير فين ما تلاقيت شي وحده الا ديتو معايا لشي عمال هكا رجع عمل جمعوي ولا ودابا اللي راجل ولد غير يتحاز مع شي واحد تيقول له شتي راه الشفرجه وجاب لنا الموس وراه بغى يذبح ماما وراه كان غيذبحها من ودنيها ونعنقها من ودنيها وانا اللي غوت انا اللي فكيت ماما عافاك نفسروا بالضبط هذه الهضره اللي تتقول لمنى هاد المساله ايضا ديال الحكي احيانا تيفوت هذاك الحدث اللي ربما سبب واحد الصدمه معينه ولكن ملي تنبداو حنا نتكلموا فيه قدام الطفل وتنعاودوا لان دابا السيده منيا ما اكيد ان الامر غادي يجي راجلها وغتحكي ليه وغادي يجي شي حد والجيران وهذا تتولي قصه تتكرر عند ذاك الطفل باش حيت احيانا حتى الصدمه راه حنا اللي تنبينوا ليه بانها صدمه اذا ربما حنايا احيانا حتى ملي كندراماتيزيو هذيك لاسين راه تتاثر عليه بشكل من الاشكال واللي خصنا نعرفوا هو انه حتى هذا الخوف لان في الاول انا قلت بانه كاين الخوف الطبيعي اللي عند الطفل وملي ما كيكونش عندنا الطفل كيخاف عنده مشكل هذاك هو اللي عنده مشكل اذا في الخوف هناك درجات تنطلقوا من الخوف الطبيعي تتوصلوا لاقصى درجه اللي هي لافوبي هي الفوبيا او لا الرهاب المرضي اذا كاين واحد الدرجه معينه اذا نهضروا دابا على حاله مرضيه عند الطفل ما نقدروش نقولوا بانها حاله مرضيه 100% لاننا تنتكلموا عاوتاني لان تنشوفوها حتى على المستوى الكرونولوجي يعني على مستوى الزمني امتى وقعت شي حاجه اللي جديده يلا وقعت هذه 5 شهور ولا ما كاملاش اذا مازال تنتكلموا عليها ومازال تنذكروها ومازال تنوليو نديروا حنا احتياطات في الدار عندك ما تخرجش مازال خايفه ومازال تدير فاذا كنقولوا عموما ما يمكنش لينا نحكموا على واحد الطفل في 5 شهور انه كذا ولكن احيانا ممكن غير في شهرين نقولوا بانه راه حاله مرضيه علاش ملي كتكون ردات الفعل ديال الطفل اكثر من اللازم هو واحد الطفل اللي كيبكي ليل ونهار مثلا انا شفت حالات اللي دازوا عندي في العياده ديال الناس اللي مثلا تعرضوا لوالديهم لاعتداء معين ولا شافوا شي حاجه 24 ساعه 24 ساعه هو تيبكي ما تيسكتش ما تيسكتش تيبكي تيخاف تيقفز ما كاينش النعاس الا نعس الا نعس بزز هذا تيعطيوه دي فوا مهدئات ومنومات باش يقدر ينعس هنا تنقولوا بانه بالفعل يعني تصاب الولد بالبلاد اضطراب ودخل معاه داك الشيء كيف مجهد بزاف اما ملي تنتكلموا على انه تيتخربق له النعاس ديالو ما تيبقاش ياكل شويه مزيان تيولي مازال تيتذكرها وفي نفس الوقت ما كيكونش حنا درنا واحد رده فعل مقابله اللي تتكون ايجابيه هو اننا خصنا نباناليزيو لي شوز خصنا نحاولوا ما امكن اننا نهونوا ماشي نهولوا لان لا هولنا كيزيد يتاثر خصنا نهونوا نقولوا لا ما وقع والو شي ذاك النهار راه هذا ماشي نبداو نحكيو ليه على اساس انه راه بالفعل راه كان واحد المشكل كبير وغير حفظ الله واخا شكرا لك سي فيصل اذا نعم لا في حومه قريبا لنا وقعت جريمه قتل هاكا شاف جريمه قتل السيده على هو لا اسمع هكذا كده هاد الشراكين عنده تراكمات ما دازتش واحد المده ديال 4 شهور على المشكل ديالنا ولد صغير معايا في جنبي يعني فين ما خرجت راه معايا ايوا وزاد شي شويه الوقت وانت عشتي نفس التجربه وعلى الله انت كاين شي كيقول فراسو حنا الكبار مازالين متاثرين من ديك الجريمه اللي وقعت واخا منى شكرا لك نتمنى تكون النصائح ديال السي فيصل الطهاري تفيدك في تجربه مع ولدك عزيزه نكملوا المأساة اللي انت كتعيشيها مع راجلك وربعه ديال الاولاد كما عبر السي فيصل الطهاري هما ضحايا ديالك وديالو بجوجكم نتوما بجوجكم راه زعما الاختيارات ديالكم حياتكم هذيك ما عرفتوش تزيدوا القدام ولكن الضحايا هما 4 ديال الاولاد السقوط باين الولد تيسقط كل عام النعاس ما تينعش اعطيني السلوكات ديالو عنيف تيضارب مع خواتاتو اما في الزنقه ما كي مع خواتاتو كيضرب ما في المدرسه ما كيتحركش الاستاذ تيقول لك ما تيهضرش ما تيهش طبعه ما تيهضرش نهائيا تدري الاستاذ تيقول لهم مال هذاك مالو ساكت صافي والقرايه ما بغاش كيبغي غير شي قرا ما كيبغيش يقرا راه تيسقط راه باين ما كيبغيش ايوا شنو زعما هاد الواقع حتى عندي حتى بنت اخرى هي غير نعس وكتبغي تغطي راسها النهار كله كتبغي القرايه ما بقاش مهتمه بالقرايه شحال في عمرها عندها 16 هي كبيره 16 عام غير كتنعس غير كتنعس ومالها ما عرفتش انا ما عرفتش ما كتهضرش
كتهدرش وكتنعس كتبغي تنعس حتى التمارين ديالها هي وصلت للسانكيام ولكن ما بقاش بحال عندها اهميه في القرايه بزاف كي كانت في الاول. هي مغطيه ومدرقه حيت هي اصلا قالت لي الا متي ما تخلينيش معاه. انا كان مرض كيقول لي عندك ما تخلينيش معاه. هي بعدا بالضبط دابا انت الا متي ما تخليهاش هي معاه. ما تخليهاش هي معاه. وانت كتسني تموتي ولاش كتسني زعما؟ لا شنو تتسني زعما؟ انا ما بغيتش انا حيت ما بغيتش نحرمه من ولادو حتى هو ولكن ما عرفتش. ما بغيتيش تحرمي من ولادو؟ ما بغيتش نحرمه من ولادو من شحال هادي. وهو هاد الحال الجريمه اللي كيدير في ولادو هذا ما شناهو هذا؟ كيزيد فيه. ما عمرك ما شكيتي به؟ عمرك ما ديكلاريتي به؟ عمرك شكيت به شحال هادي دابا ما بقيتش كنهضر. ما بقيتيش كتهضري علاش؟ عييتي ولا؟ قبل الدراري ما ولكن عزيزه العلاقه قبل الدراري واحد مسكين تيسقط كل عام. الا علاقه قبل شوف انا غنمشي كاع المحكمه غادي الا كانوا هاد وليدات واكلين وشاربين ونعسين مطرحين ونقولوا نصبروا على قبل الدراري عندك غير مشكل بينك وبينك كتدخلوا البيت نعاس وتداقوا بيناتكم ما شافوكمش ولادكم قولوا مشكل مفارقين ماشي اي كان الا كان غير مشكل بينك وبينه زعما راه ولكن البنت نهار كله هي نعسه ومدرقه عازلة راسها هي ما حاملاكمش ما باغا تشوف حد. دابا نشوفوا هادشي كله راه ميساجات كيعطوكم ولادكم راه ماشي راه واش بغيتي شي نهار دير الكرده لعنقها وديروا الحل عزيزه راس الحل. راه كنقولها لك كيقول لي زعما تمشي تعيني ولا شي حاجه هذا ندير لك نقتلك وداك الثلاجه انت المصير ديالك هو الثلاجه. علاش اختي الجمعيه النسائيه عطا الله ها هي السيده راه هي مناضله راه بحال الملفات ديالك تخدمي عليهم منى النهار كله راه العيالات في المغرب تبارك الله راه دايرين هاد الملفات اللي تخدموا عليهم راه خصهم في البلاد كاين القانون في البلاد الا كان عنطر هاد خينا راه خصو راه حشومه راه ربعه الاولاد اصاحبي مشيت الجمعيه عيطوا ليه ما مشاش. مشيتي واحد المره للجمعيه ما جاش صافي وصبرت. راه عندك ربعه ديال الاولاد راه كتصنعي ربعه ديال الاولاد مهزوزين انت في نفسيتهم غدا بعد غدا راه انا تنقول لك هادشي بتجربه راه الان الالاف الناس جلست هنا بحال هاد البنيات اللي كتعاودي. انا ماشي تنحرشك عليه راه يدير القانون معاه راه خصو يعرف راه كاين القانون في البلاد راه ما يمكنش العنف كيفاش هذا تيقرض ويدير في الثلاجه اش كيخربق هذا فين كاين هذا واش حنا كاينين في فين بلاد راه كاين قانون راه كون عارف القانون وكان شي واحد زير ليه سميتو راه ما يهضرش هاد الهضره هاد اللغه هادي هاد اللغه ديال ونفسيتك انت ما نهضروش عليك انت ما نهضروش عليك كنهضروا انا غير على الولد اللي تيقول لك راه ماما يبقى مسكين داخل باه سكراني هو يبعد الماس ويبعد الجناوه ويبعد القرنه هادي في داركم ماشي دار. انا كنتمنى عزيزه لك يشوفونا زعما شي مؤسف في الحقيقه الجمعيات النسائيه اللي كاين في الدار البيضاء ياخذوا الملف ديالك. الا غنزيدو الطريق نشدو الطريق الا ما غنشدوش الطريق نشدوش الطريق نعرفو واش كنديرو. اما باش يبقى يخرجوا لنا ربعه ديال الدراري مهزوزين البارح داز معايا ولد هنا تيقول لي ما تنحمل حتى شي واحد انا ما تنحمل حتى شي واحد بحال ولاد كيكونوا انا كنرجف من هاد الهضره كتقولي لي شنو تعليق انا الحال صح لان شوف للاسف ملي كيكون هاد الوسائط الاسريه المضطربه تتبقى اخر نقط اللي ممكن انهم يفكروا فيها هو هذا الارهاب النفسي اللي ممكن يحققوا الاطفال. هما ماشي يتضربوا مع بعضياتهم لا هو ولا هي ولا هذا راه تنساو بان راه كاينين واحد ربعه ديال الوليدات تيدوزوا تما وتيغوتوا اللي كيخبي الجنوي اللي كيضرب في راسه كيدوز السلامه بطبيعه الحال ودابا ترهنوا المساله حتى هذه المساله اللي هي تتكلم زعما بانه تتحرص وهو حارس على ابنائه ما يمكنش ما يشوفش ولادو هذا وفي نفس الوقت يقتلهم كل نهار. يعني هنا راه كاين واحد الاشكال كبير يعني يا اما غادي نستمروا غنعطيو ربعه ديال الاعاقات النفسيه في حياتنا يا اما غادي يخرج لينا شي واحد عنده شي مرض نفسي يا اما يخرج لنا شي واحد بسيكوبات يا اما غيخرج لنا البنت ديال النعس وندرك وجهي وما نشوفش بطبيعه الحال جزء اللي جزء من الاخ ديال 10 سنين يعني راه نفس الامر غير كل واحد كيغياجي هو كيغياجي مسكين بالخلعه وبلا شيك سكولير ما كاينش النجاح في الدراسه وكاين الحاله الدراسيه ديالو متدهوره جدا ما كيشارك ما تيتكلم ما والو يعني وصل لواحد المرحله دي كنسميوها ديال داك الصمت النفسي يعني سكت صافي ما عندي ما نقول ما عندي ما ندير حتى حاجه ما عجباني وفي نفس الوقت هي حتى هي الحاله ديالها ونشوفوا لبحثنا حتى مع الجوج الاخرين ربعه الوليدات كاملين كلهم غادي نلقاو بانهم كاين اضطرابات نفسيه وكاين هذا هو الواقع المؤلم في الحقيقه ديال الاسره المغربيه وبعض الاسر المغربيه اللي تيعيشوا هذا النوع اللي كنسميه انايا الارهاب النفسي.
ما كتبقى اخر حاجه ممكن نفكروا فيها هما هذوك الابناء، وتنهتموا غير بواش نوكلوهم ونشربوهم ونقريوهم، على زعما على هادو هما اهم الاشياء. ولكن المهم راه عندنا ناس اللي وصلوا ما عرفت فين، وصلوا اطباء ومهندسين وهذا، ولكن عندهم اعاقات نفسيه اللي لا يمكن تجاوزها، وهذا هو اللي خصنا نفكروا فيه. يا اما غادي نبنيو واحد الانسان اللي يطلع لينا متوازن نفسيا ويقدر ينشا في المجتمع وراسه مرفوع وما عنده لا فوبي سوسيال لا رهاب لا قلق، والا غادي نبداو نرجعوا غير الاعاقات النفسيه، وغادي نلقاو واحد المرحله بانه عدد المستشفيات والمصالح الاستشفائيه للامراض العقليه اكثر من عدد المنازل في المغرب. راه هذا هو الطريق اللي غادي لي، لانه ملي تنستمروا في هذا الترهيب ونقطع، يعني كيف يعقل؟ ربما حتى وهذه فرصه تنشيروا حتى لهذه المساله، يعني حتى الماده القانونيه الان في المغرب ما تتعطيش واحد الاهتمام كبير للارهاب النفسي، لشنو ممكن الاذى النفسي اللي ممكن يلحق بذاك الاطفال. تتبقى الامور مقتصره على انه خص يصرف عليها ويعطيها هذا ويعطيها، ومنين غادي تمشي انت ديكلاري هذه في دوله واحده اخرى كانت غادي تاخذ واحد المجرى واحد اخر. تمشي الزوجه وتقول للشرطه مثلا في دوله معينه، تقول لهم الزوج ديالي تقول لي غنقطعك طرف حدا ولدي، كون متاكده بانه العقاب اللي ممكن ياخذ ما غاديش ياخذوه ولا ما صرفش عليهم. احنا عندنا الامور يعني المعادله مختلفه جدا، تركزوا على ما هو مادي. لا المهم سيدي هو يدير لهم بيت ويدير لهم طربات ويوكلهم البطاطا وماشي مشكل، ما عندناش مشكل. راه كاين واحد الاشكال كبير على المستوى القانوني، وراه ربما غتاكد هذا الكلام. يقولوا لك كنعطيك مصروفك ما عندك حتى شي حق حتى شي حاجه اخرى تطلبي مني، فهمتي؟ ندير اللي بغيت، يهدد ولادي، يدير اللي بغيت، يخلعهم، يدير اللي بغى. يا سلام. المهم راه كنعطيك مصروفك، غيتسولي في المحكمه غيقول لك كنعطيك مصروف. اللي خصنا نعرفوا هو انه هذا الانسان اللي احنا تنسميوه، هذه المساله معروفه عندنا في علم النفس لو باساج لاكت، هو الانتقال من الفعل من الكلام الى الفعل، وهذه في كثير من الاحيان الناس ما تيردوش لها الاعتبار، خصوصا ان هذا انسان مدمن، مسيو لي الكوليك، يعني راه ممكن في لحظه من اللحظات هذاك الكلام اللي كيقولوا غير شفويا راه يقدر يطبقوا في واحد اللحظه من اللحظات. اذا راه ماشي مساله تهديد ولا هذا، ربما غير طايش غيهز يبغي يهددها ولا هذا، وغادي يقدر بالفعل يصيبها. هنا غنكونوا ثاني في واحد الموقعه واحده اخرى. انا كنقول دائما مهما كان الازدهار ديال هذه الاسره المادي وهذا، منين ما كيكونش الاستقرار النفسي معنا ما نديروا بالاستقرار المادي. ممكن تعيشي هذوك ربعه ديال الدراري داخل، ما تنشجعوش على الطلاق وما تنقولوش الطلاق راه مزيان ومزيان للمراه وهذا، على العكس تماما المجتمع عندنا تيغرق في الطلاق، ولكن كنقولوا الاهتمام بالجانب النفسي مهم لتنشئه واحد النشء اللي متوازن نفسيا. طيب واخا، شكرا لك السي فيصل. سعيدا نكملوا معك القصه ديالك مع بنتك. عندكم شي حد في الدار تيخاف؟ زعما ربما يكون هذا الخوف من واحد لواحد. انا اللي مريضه. اه انا اللي مريضه. انت كيفاش انت مريضه؟ باش مريضه براسي. اها، متبعه مع الطبيب. ايه، انت كتخافي؟ اه. مناش كتخافي؟ داكشي مرض فيا ما عرفش، الطبيب قال لي شي صدمه كانت عندك فاش كنتي صغيره. ها علاش داوين حنا نيت؟ هادشي علاش كندويو ياك؟ صدمه في الصغر. وشنو نوعيه الصدمه؟ قال لي اطرات عليك شي صدمه ما عقلتش عليها انا، قال لي اطرات عليك في الكبر ديالك. لا تعرضتي لي ولا شي حد هدداك ولا شي واحد ضربك ولا شي حد عنفك ولا؟ لا ما عقلتش. ولا سمعتي بحال هاد الهضره اللي مثلا اللي كيقولوا ولاد عزيزه؟ لا ما عقلتش. ما عقلتيش؟ لا. المهم كاينه شي حاجه؟ الله، كاينه شي حاجه. دابا كناخذ الدواء ديالي ومتبعه مع الطبيب. والخوف ديالك عطيني مثلا مظاهر الخوف، ما تخافيناش. الخوف ما كنقدرش نطل من الشرجم، ما نبقاش في شي بيت اللي ما فيهش الشرجم. ما تطلش من الشرجم؟ لا ما نطلش من الشرجم. اها، ما نبقاش في شي بيت اللي مظلم، فهمتي؟ ايه، بزاف ديال الحوايج ما نقدرش نديرهم. هكذاك. وبنتك تقريبا بحال انت وياها في بنتي تاهي ولات كتخاف؟ واش الخوف ديالي انا اللي بحال ولا ما عرفتش؟ ما فهمتش فيها والو. حتى هي ما كتخافش، تتخاف تطل من الشرجم، حتى هي كتخاف تبقى بوحدها. كتخاف من الظلام، المدرسه ما تمشيش. هادو كلهم اشكال. تتبول في الفراش؟ كتبول. شحال في عمرها بنتك؟ خمس سنين. خمس سنين. زعما خمس سنين تبارك الله، دابا راه صافي خصها تكون. لا كتقول لك بغيت نبول، ولكن الا ما ديتيش ديك الساعه تبول لك، فين ما واقفه كتبول لك. فهمتي؟ واخا تقدر كتوصل للطواليت صافي كتبول. وانت تتبعي مع الطبيب؟ انا متبعه مع الطبيب. وشويه الامور غادا مزيان؟ دابا شويه. شويه بديتي كتخرجي من هذه الحاله ولا باقا؟ شويه. شويه وصافي. شويه وصافي. ما كاينش شي عام ونص انا متبعه، ولكن ما كاين حتى شي نتيجه. ملي كتقطعي الدواء كيرجع لك نفس المشكل. ملي كتقطعي الدواء. وبنتك متبعه لها حتى هي عند شي اخصائي؟ لا بنتي ما عمرني دوزت ليها.
مشكل عندها ولكن ما عمرك ما سبعتي ليها. لا ما عمري دوزت ليها. نعم. ما عرفتش شنو العلاقه ما بين الخوف الام والخوف ديال الولاد. والاحتمال ديال الوراثه على مستوى جميع الامراض النفسيه وارد بواحد الشكل قوي بطبيعه الحال، يعني من بين اهم الامور اللي كنبحثوا عليها دائما مع المريض كيف ما بغى يكون السن ديالو، التاريخ الاسري لي زونتيسيدون فاميليو ديالو، وتنعرفوا واش كاين هذا، واش كاين اضطراب، واخا ما يكونش نفس الاضطراب ولكن كاين الاضطراب النفسي في صفوف العائله. تيلعب ايضا دور، تتبقى واحد الفرضيه قائمه بانه ممكن نفس الحاله ممكن تكون عندها ولا اقل منها، تتبقى هذه المساله هذه، ولكن عاوتاني هي مرتبطه حتى بالمعيش النفسي ديال الام. الى عشت الام في واحد المعيش وتتحاول ما امكن انك ربما تضرقي الخوف ديالك وتضرقي المرض ديالك مع البنيته، غتشجعيها اكثر على انها ما تطلعش هي تتخاف بزاف، ما تطلعش لا بغينا نقولوا بديك لا فيبليس بسيكولوجي، تولي ديك المناعه النفسيه على الاقل عندها قويه. اما الا كنتي انت ممكن ما تطلش، لان هذه من بين الاعراض المرضيه ديال مجموعه من الاضطرابات، كاين الناس اللي ما يقدروش يطلوا من شرجم ولا من اماكن مرتفعه لانهم تيتهيئ لهم غيتلاحوا ولا غينتحروا ولا غيلوحوا راسهم. بالتالي هذه حاله مرضيه وتتحتاج الادويه وتتحتاج مجموعه من علاج نفسي وايضا علاج دوائي، لكن على العموم عدم تمرير ديك المعاناه النفسيه للابناء ديالنا كتبقى مساله مهمه، وهذه كنصحوها دائما بالاسر اللي كيكون فيها واحد الانسان مريض، كنقول له الله يخليك حاول ما امكن الاطفال اللي كانوا في الدار ما يشوفوش هذا الانسان ملي يكون دون زين سيتياسيون دو كريز، يعني مأزم ولا تيغوت ولا خايف ولا تيرجف ولا هذا، من الافضل ما يشوفوهاش، لان الاطفال ما تيعرفوا لا مرض لا والو، فتيقول هذه حاله طبيعيه، اذا تيخاف من شي حاجه تيولي حتى هو تيخاف منها. هذا جانب، والجانب ايضا ديال ما نقوله حنا، ديك الامور اللي تنقولوها اللي كنعبروا عليها، انا تنخاف من هذه، انا ما نقدرش نخرج من الظلام، انا ما نقدرش ندير هذه، فبالتالي الاطفال تيقتبسوها وتيديروا بطبيعه الحال بداك العقل اللي عطاهم الله وبديك البساطه ديالهم، تيديروا واحد المقارنه داخليه، بما ان ماما ما تقدرش دير هذه وهي كبيره وطويله، اذا انت انا راه ما يمكنش لي ندير هذا، فتيتسرب لهم هذا الخوف. والاشاره الاخرى اللي كانت في الجزء الاول هي الافلام، هذه مساله خصنا ناكدوا عليها، لان خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. تنعرفوا بانه الاسره كلها تجمع حدا التلفازه، وداك الشيء اللي تيتفرج فيه الكبير تياخذوا الصغير وموين، هذا مشكل كبير. هذا خصنا نحاولوا ما امكن اننا نتجاوزوا. الا كنت غنتفرج انا في واحد الافلام معينه اللي كنلقى فيها راسي ولا تيعجبني الافلام ديال الرعب والخوف، وهذا على الاقل ما تكونش امام الاطفال، لانها في كثير من الحالات تتكون هذاك لو فاكتور ديكلونشون لذاك المرض. طيب شكرا سي فيصل الطهاري. مشاهدينا ندوزو نستقبلوا رشيده اللي بنتها حتى هي نجات من فاجعة ولكن قدرت تتجاوز الخوف ديالها، ناخذوها بعد هذا الفاصل. رشيدة، بنتك كانت من الحمد لله لقات بعمرها من ضحايا ديال الفاجعة ديال الصخيرات. من بعد ديك الفاجعة بزاف الناس الرأي العام كله تخلع وتروع، فبالأحرى اللي عاشت التجربة وعاشت الموقف، عاودي لي من بعد كيفاش تعاملت مع الفاجعة وكيفاش تجاوزتها؟ بنتي كانت أثرت بالخوف بزاف. اها. ولات كتنعس وكتقفز، كتبقى بحال كتقول شي كلام ولكن ما كتفرجش شنو تتقول. يعني ملي كتقفز كتلقى اختها، كنقول لاختها ملي دير خصك تلقيها حداك. اييه. باش ما تزيدش تأثر تلقاها بوحدها وداك الشيء. انا ديك الفترة كنت خارجة ما كايناش في الدار. واحد شوية جيت عندهم ديتها طبيبه نفسانيه، دزت معاها حتى انا. اييه. حتى انا كنت كندور. هي كانت بعدا غير ما كتنعش وكانت تقفز. في الليل وفي النهار كيفاش كدوزو؟ لا في النهار كتمشي ولا ترجع لاصال كتخرج تمشي مع البنات برا كتاكل كلشي تديرو. إيه؟ غير الليل اللي كتبقى تخايل داكشي في الليل. كتعاود لك شنو كتخايل؟ كتعاود لك شنو تتحلم؟ كتقول لك كنشوف الدراري راهم البنات والوليدات كيتقلبوا مع الموجه، كنشوف الناس كتغرق. حيت عشت هذيك الظروف صعيبه. الله يحسن العوان. الله يرحم الميتين واللي هذا ما كان، اللهم لك الحمد اللي بقاو لينا حنا وليداتنا، والحمد لله مسكين على سلامتها بنيتك. والاستاذ هو الله يجازيه بخير، مسكين هو راه ما عنده لا دور لا شي حاجه في هذا الشيء. ايوا كيفاش تعاملتي مع الموقف بنتك؟ انا تخلعت، انا تاثرت. الله يحسن العوان. انا تاثرت، مشات دينا الدكتوره النفسانيه، بقات تبعت معاها مع مره ولا جوج. مشيت معاها انا حيت خويت من خرجوا ليها شي دواء، شويه شويه ولات كتحسن.
مزيان. واحد شويه جا المخيم صيفتها. تشجعتي وصيفتيها. يعني خليها باش تعيش. باش ما تبقاش تشوف البحر وتخلع. حيت واحد اخر في بلاصتك يقول عمر بنتي ما تحط رجليها في البحر. لا لا ديك ولا واحد اخر بنيته بحالها تقول عمري ما نحط يعني بالخوف. كاين الناس ما تيقدروش يحطوا رجليهم في البحر. انا ماشي تجربه عاشوها. انا بيدي كنحط رجلي في الماء كتشدني الطوخه. ماشي اللي قلت لك زعما ماشي سهله. هنا هي ماشي راه عاشت ظروف صعيبه. داكشي اللي عاشت راه ما عاشت حتى واحد. صافي. ومشات المخيم. مشات المخيم 15 يوم ودخلت البحر وعامت مع البحر وعامت مع البنات وكل شيء. ولات عاديه بفضل الدكتوره والدواء اللي عطينا. والحمد لله على سلامتها. الحمد لله. البنات اللي كانوا معاها الحمد لله اللي نجاو حتى هما نفسيتهم نفس الشيء ولا باقي شي حد اللي باقي كاين اللي باقي من الوليدات مأثر وكاين اللي داز على الدكتوره وخذ الدواء وكاين اللي غير كيتخايل راه ماشي سهل. ماشي سهل. ماشي سهل ولو يشوف على لحظه وكتشوفي غير شي حد جبدوه وحي في البحر تتكوني جالسه ما عليك ما بك تيقولوا شي واحد غرقان شي واحد غرقان كلشي البحر تينوض وكيكون حي وكتبقاي كتعيشي الخوف. فبالاحرى تشوفي وليدات وصحاباتك تينوضوا قدام. الله يحسن العون. الله يحسن العون. شكرا رشيده. واحد الفكره قالتها السيده رشيده هي الحاجه اللي كيخاف منها الانسان وجهه بها. كتخاف من البحر نديوك للبحر، كتخاف من الظلام نمشيوك في الظلام، زعما ممكن يكون هذا حل. ماشي دائما. ماشي دائما زعما نواجهوه بداك الشيء اللي كيخاف منه. لا. كيخاف من سراق الزيت نجيبوه في سراق الزيت. هذا لا لا ماشي دائما حل. ماشي دائما لانه بدايه هذه صح هي تقنيه من التقنيات العلاجيه، لكن الناس خداوها بواحد البساطه انه تيخاف من شي حاجه غادي ديروا شي حاجه ممكن يوقعوا ان غي كاردياك سوغ بلاص. يخاف غير من سرق الزيت ولا من الفار ولا بواحد الشكل ماشي ماشي عادي. ممكن البنات مثلا دابا يجي الفار غنخوي البلاط. دابا يدوز الفار هنا غنخوي. غنقولها لك من هنا يعني خوف خوف قديم بطبيعة الحال وخا كبرنا باقي بطبيعة الحال. بطبيعة الحال كاين النساء عموما تيخافوا من هذا ولكن كاين درجات قبيله شرط لهذه المساله. الخوف فيه درجات. راه ممكن حتى الرجال يكونوا تيخافوا من سراق الزيت يخافوا من هذا وكاين درجات ديال الخوف هذا. ولكن على العموم هذه المساله ديال اننا نواجهوا بالخوف اللي هو هذا تيكون في اطار العلاج النفسي. ملي كيكون الانسان متبع مع واحد المختص واحد المعالج نفساني كاين مراحل واشواط تنقطعوها وتنبداو بشكل تدريجي. مثلا تيخاف من مثلا لاغوغافوبي اللي عندها علاقه مثلا بالاماكن الضيقه ولا بالاماكن المرتفعه. الناس ما تيدخلوش لي زاسانسور ما كاينش شي حاجه تسد عليه هذا باش تدخل معاه انه تجي تقول له لا هذا بلا دواء بلا تاهيل نفسي بلا هذا وتدفعه وتسد عليه لاسانسور ممكن تحل تقامات. باش نكون واضحين هذه المساله باش الناس ما يبقاوش يديروا هذه المساله مع ابنائهم بزاف كيخاف من هذا ولا هذا. ضيق كان واحد الفيديو اللي كان منتشر في اليوتيوب في مواقع التواصل الاجتماعي ديال شي زوج امريكي بغى يضحك مع المراه ديالو وجاب لها غير شي حاجه كتشبه الفار وماتت سور بلاص. وكان الفيديو يعني موجود هذا وحقيقي. يعني هذا تيبين لنا بانه ما يمكنناش نديروا هذه المغامرات. لكن عموما يعني لان السيده راه ماشي غير جات وقالت لك صيفطتها المخيم ولا داتها للبحر. راه قالت بانه تبعات مع الطبيبه خدات الدواء تحسنات الحاله ديالها شي شويه وطبيعه الحال تنقترحوا عليها واش مشى بنتي للمخيم. هذا تتبان لنا البنت مشجعه وهذا ممكن نطلقوها. هي واحد المرحله لو بغينا نقولوا هي المرحله الاخيره من العلاج النفسي باش تنقدروا نقولوا هذا الانسان برا من هذه المساله ما بقاش كيخاف منها. لكن الارتباط ديال عموما ديال الحاله هي الاثار النفسيه ديال ما بعد الصدمه اللي كنسميو لو ستروس بوست تروماتيك. يعني تتكون واحد الصدمه نفسيه واللي هي قويه يعني كلنا تنذكروا حنا ربما شفنا هذا الشيء غير في الاعلام وهذا وتاثرنا بواحد الشكل كبير ديال الاطفال غرقوا في واحد الشاطئ معين غير محروس فخلى واحد يعني ناس شافوا راه امهات اللي شافوا غير في التلفزه وبكاو. فما بالك بواحد البنيته اللي كانت عايشه في هذا الجو هذا وباقا تتذكر ان صاحبتها كانت كدوز عندها ما بقاش كدوز عندها واحد الوليد كتشوفوا. فاذا هنا اللي بغينا نقولوا
هذه الصدمات النفسيه تعتبر من اقوى الصدمات النفسيه بحال الصدمات ديال الحروب. الان الاطفال في سوريا والاطفال في فلسطين يعني راه الان حتى على مستوى مثلا منظمه الصحه العالميه كاع لي سيلول اللي كيمشيو للخلايا اللي تيمشيو للدعم النفسي تيتوجهوا لما بعد الصدمه، الاثار النفسيه ديال ما بعد الصدمه الاطفال الكوارث الطبيعيه، فهنا تيبقى عندنا هاد الاثار هذه غير هو تنشير باش نشير حتى الحالات الثانيه. هذه امراض غير مزمنه، سي با دي مالادي كرونيك، هادو امراض اللي حاده ويعني عندها واحد الوقت ديالها، حتى الدواء انتبهوا ما يكونش استعمال ديال الدواء على طول الحياه، لا تنستعملوا الدواء في واحد المده معينه وتنديروا لي سيونس دو بسيكوثيرابي باش هذا الانسان يقدر انه يوقف على رجليه وتنطلق في الحياه بلا دواء بلا والو ترجع انسان عادي. طيب شكرا بزاف السي فيصل الطهاري، شكرا لكم الحضور الكريم، رشيده شكرا على الشيء اللي عاودتينا اليوم، شكرا سعيده، شكرا عزيزه، شكرا منى على التجارب. مرحبا لالا. دابا قال لك اللي كيخاف من شي حاجه دابا انا ولدي خصني نجيب الشفا. لا لا قال لك التقنيه ما خداماش. لا لا ماما ما خدامش التقنيه. اخصائي نفسي تبع معاه. شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لكم مشاهدينا اللي تابعتونا في هذه الحلقه. ولدي كيخاف كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. تلقاو نهار واحد اخر مع قصه واحده اخرى. باقي في الناس بزاف ما يتعاود. السلام عليكم.